سلام. ساعات الواحد معتقداته وإيمانه برب ولجوء الرب والعبادات اللي بيعملها مع ربه يحس، أو حتى مفاهيمه يحس إنه هو مختلف عن الناس التانية، وإنه بدأ يحس إنه هو إنسان غريب في اعتقاداته هذه. الله بيقول إنه الواحد ما يجاهر بالعبادات ولا يخافت بها، بمعنى إنه الواحد يعني مو لازم أعلن أنا بروح أصلي ولا أتكلم عن العلاقة الخاصة هذه اللي بيني وبين رب العالمين. ولا ما كان الله سن صلاة قيام الليل؟ هي ما هي فرض طبعا، لكن هذه بتقوي الرابطة بين الواحد وربه. وفي أشياء طبيعي بتكون خاصة ما بين الشخص وربه، في العلاقة هذه مقدسة وراقية ورائعة بتشبع الروح والنفس وخاصة في نفس الوقت. الواحد ما يقدر يتكلم عنها مع أي أحد، وبالذات مع ناس ممكن تتريق عليه ولا تستهزئ فيه ولا حتى تعمل نكت عليه يعني. ولا الواحد برضو يتأثر بالكلام هذا. الواحد يدعي للناس بالهداية، لكن ما تخليه ينهز أو أنه يا ربي هو أنا غلط وهم صح، يا ربي أنا قاعدة أسوي حاجة مثلا زيادة. مدام نحن قوم وسط، فمدام الواحد لين في أنه يقدر يسمع لوجهات النظر الثانية، مش لازم أنا ياخدني الحماس وأبغى أوصل حاجة أنا اكتشفتها في العلاقة مع الله مثلا. ممكن تكون هذه حاجة خاصة لك أنت أو لك أنت، حسب مرحلة الواحد، مرحلة وعيه وتطوره في الجزئية هذه. فالواحد العلاقة هذه خاصة ما يتكلم فيها، وفي نفس الوقت ما يتضايق لما ناس ما بيكون عندها نفس الوعي انها تستوعب الكلام اللي انت بتقوله او اللي انت بتقولي. بالعكس، الواحد يحس انه هو مرتاح ومبسوط، وانه معليش بكرة حيوصلوا لها ان شاء الله وحيستوعبوا وحيوصل لمرحلتي. والواحد بالعكس ينبسط بنفسه انه هو وصل المرحلة الجميلة هذه قبل غيره، لكن ما يحس انه هو مختلف ولا انه غريب في وسط المجتمع او لا. يعني عيش وخلي غيرك يعيش. هي ما هي مسألة انه انا ما احتاج دعم من الناس. الدعم الوحيد اللي أنا بحتاجه من رب العالمين، ومدام شايفة إنه في تواصل جميل مع الله بطريقة معينة، خلاص أخليها خاصة وأنبسط فيها وأفرح فيها كمان، ومش لازم أشارك غيري بيها شيء خاص. يقول لك لما الواحد يتكلم في أشياء مثلا بتحصل له إنه بتروح بركتها، لأنه العلاقة الخاصة هذه مو عشان الواحد مثلا يتفاخر فيها أو إنه يتكلم عنها بطريقة إنه معقول الكلام هذا بيحصل لي مثلا، أو بعرف الشيء الفلاني، أو يعني ممكن تكون النوايا جميلة إنه بالعكس أبغى أفيد غيري. بس إذا غيري ما يبغى يستفيد، دائما تلاقي الشخص اللي بيجي بيسألك يكون عنده استعداد يسمع، لكن أغلب الناس ما تبغى تاخذ حاجة يعني ممكن تسمع شوية، لكن ما حيكون عندها شغف إنها تفهم موضوع معين زي الشغف اللي عندك أو اللي عندك. ف يعني الواحد بالعكس كل ما حس إنه هو غريب بيحس بالاطمئنان مع رب العالمين، وبياخد منه كل الأحاسيس الطيبة اللي تحسسه إنه بالعكس هو صح وإنه وضعه في منتهى الروعة. سلام.